أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم شيخنا، يعطيك وعليك العافية. السلام، يا مرحبا. بدنا نتشكرك كثير أمريني على أختي، برامجك الحلوة. الله يسعدك. شيخنا بس تعطيني شوي من وقتك، خذي هيك راحتك. بدي أقول لك هيك من عمان إن شاء نعم الله. قول أختي. أنا أول شيء بشوف منام، هيدا منام من فترة، أنا إيه. بشوف عمران أبوها لستنا مريم نعم بياخدني بيطلعني بيقول لي أنا بدي أخذك على الجنة. نعم بيقول لي أنا بدي أخذك على الجنة، بس إنه حيورجيني الأنبياء يعني بالترتيب نبي نبي. نعم فهو بس أول شيء بيقول لي أنا بدي أخذك ورجيكي قبر ستنا مريم، نعم وبيورجيني على أغراضها وملابسها. نعم يعني بيقول لي هون قبر ستنا مريم، بيورجيني في إلها مثل فستان مثل الأشياء اللي كانت تاكل فيها. نعم بعدين بياخذني بيورجيني بيقول لي هون سيدنا عيسى. نعم بعدين بيورجيني سيدنا موسى. بس بعدين بيقول الغريب بالموضوع انه بيقول لي انا بدي ورجيكي هن امتى ولدوا وامتى ماتوا. نعم. يعني شهادات ميلادهم. نعم بعدين انا بصحى المنام بيقول لي هو بيقول لي انا المره الجايه رح اجي واخذك ونرجع نكمل زياره الانبياء. نعم شوف مساله رؤيا الانبياء طيبه. رؤيا الانبياء في العادة تكون طيبة ومبهجة، فمن رأى الأنبياء دلالة اتباع الهدى فبهداهم اقتده. فمن رأى الأنبياء إنما يدل على اتباع الهدى والاقتداء، فإذا رأيت إيه فهذا يدل على خير. فرؤيا الأنبياء عامة تدل على الخير. أختي علمتي؟ نعم